قصدي البولاية مدينة طبورو طبعا. نعرج على تشكيل في المنتخب الوطني الجزائري في حرس المرمى راس البولعي في الدفاع نريب الحجر بخليش بوقرة في وسط الميدان حسني الضرية البوتبوز وغلطة الفيال هجوم عبد لينك في راس يايا وكريم زياني. فوسادة وسيدات يصفر الحكم لبداية المباراة في الكرة عند ريال بوتبوز ريال بوتبوز إلى حسن يبدأ حسن يبدأ إلى غزال غزال إلى عبد لينك في تسديدة قوية والهدف الأول في الزاوية التي لا يتمناها مجيري يا الميمو يا بونامور.